بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. اليوم محاضرتنا لهذا اليوم High Voltage Testing. Testing هو مقصود به الاختبارات. شنو الغرض من الاختبارات اللي احنا نسويها، أو ليش نسوي احنا أساسا اختبارات؟ طبعا بالشبكة الكهربائية مالتنا وعندنا معدات وأجهزة أثمانها مو قليلة جدا، تكون مكلفة، كتكون هاي فولتج ترانسفورمر، سيركت بريكر، اثمانها مو تكون جدا سهلة، او العوازل اللي اني استخدمها. فمن غير المعقول بان احنا اثناء نصب او صيانة او تصليح او تبديل اي جزء من الشبكة مالتنا، رأسا نروح نشتري معدة بدون ان نسوي عليها اي اختبار، رأسا نخليها بالشبكة. لازم هاي المعدة تكون ضمن مواصفات معينة، اذا كانت عوازل او كان كابلات او قاطع دورة، اي جزء يدخل بالمنظومة يجب احنا نسوي عليه اختبار. الاختبارات اللي احنا نسويها نقدر احنا لها تصنيفات معينة، اذا كان اختبار على العازل او اذا كان على جزء من المنظومة او كان كل المنظومة مالتنا. الشيء اللي احنا نحاول نحصله بالاختبارات، او القيم اللي نحاول نحصلها بالاختبارات، نقيس البرماتيفيتي. البرماتيفيتي السماحية مال العازل، نهز ديلكتريك لوسز، هذا شرحناه بالمحاضرات بداية السنة. نقيس قوة العزل مال الماتيريال اللي احنا قاعد نستخدمه. طبعا الاختبارات لها اكثر من تصنيف. نباوع هنا شباب، نباوع هذا رسم توضيحي يحاول يصنف لنا الاختبارات مالنا. اول اختبار اذا كان الفولتيه اللي انا قاعد استخدمها من نوع AC alternate current، او اذا كانت من نوع DC direct current، او كان اختبار قاعد اسوي باستخدام فولتيه impulse. impulse مثل ما اخذنا بالمحاضرات السابقه، اما تكون سبب اللايتنج السائقة، او سبب السويتشنج غلق وفتح قواطع الدورة او حدوث فولت، كلها السبب انه ارتفاع بالفولتي. او الاختبارات نقدر نصنفها الى صنفين اخرى، اما تكون ديستركتيف تكون اختبارات مدمرة، او تكون اختبارات نون ديستركتيف اختبارات غير مدمرة، او تكون الاختبارات مالتي اللي قاعد اسويها المختبر لاغراض الديزاين تصميم واغراض البحث، ما له علاقة بالاختبارات مدمرة او غير مدمرة، او يكون لاخبار القبولية acceptance، هل هذا العينة مقبولة او تكون غير مقبولة. او الاختبارات نقدر نصنفها لتصنيف اخر، هو روتين او تايب او سبيشال. هاي النوعيات الثلاثة إن شاء الله بالتفصيل نحاول نوضحها لكم. شو المقصود بالسامبل أو سبيشال تيست؟ هذا النوع من الاختبارات بناخذ عينة من مجموعة، في عندنا خط أو معمل يصنع لنا محولات، بناخذ فد محولة واحدة من مجموع 200 محول، أو إذا عندنا فد معمل ينتج لنا كابلات، بناخذ قطعة 10 أمتار من كابل انتجناه طول مالته فد حوالي 10 كيلو متر. ناخذ هاي العينة سامبل، نبدأ نسوي على اختبارات، نقيس قوة تحملها للكهرباء، فولتية عالية، الاثبات، العزل، الى ان هاي العينة شو يصير بها؟ تتدمر، تنتهي، يعني كأنما نوصل الى حدودها القصوى. هذا النوع من الاختبارات نسميه سامبل تيست، او له تسميه ثانيه سبيشال تيست. نجي على نوع ثاني من الاختبارات، هو روتين تيست. هذا الروتين طبعا هاي اختبار يكون بالمانيفاكتوري بالمصنع، على اي قطعه تنتج بهذا المعمل نسوي عليه هذا الاختبارات. يعطيك فد مثال، يعني كان عندنا بد معمل يصنع لنا الشاشات مال LCD، ما معقول ان المعمل يصنع الشاشة ويكملها ورأسا بدون ان يشغلها، رأسا يخليها بالباكيت بالعلبة مالتها ويسوقها للسوق. فاكو لازم الاختبار بسيط، يشغلها الشاشة ويختبر الصوت مالتها او الالوان.
هذا النوع من الاختبارات يطلق عليها روتين تيست. أنا أتوقع هذا النوع من الاختبارات نون ديسكريبت، اختبارات غير مدبرة لها، أين نختبرها وبعدين الأجن تروح إلى المستهلك أو المكان اللي المفروض تشتغل أو تنصب به، مثل الاختبارات. إنها طبعا حناخذ هذه التسميات حناخذها بالتفصيل بالمحاضرات القادمة. 1 minute power frequency voltage with stand test، هذا اختبار ناخذه بالتفصيل. Or partial discharge، مثلا إن شاء الله ناخذه بالتفصيل، بيكون عندنا كيبل. مثل شنو من الاختبارات اللي نسويها على كل المنتوج مالتنا نسميه روتين تيست. تايب تيست شو المقصود به؟ تايب تيست بيكون أنا عندي بالمعمل مالتنا، طبعا اختبارات تمام كلها تكون بالمعمل، من يكون عندي انتاج جديد. يعني غيرت بالعجينة مال نفرض العازل مالتنا، فسويت عوازل جديدة من العجينة الجديدة، فناخذ فد كم قطعة من هذا الانتاج، نسوي عليه فد اختبارات معينة حسب نوع المنتج اللي احنا قاعد ينتجه. هذا النوع من الاختبارات شنو نطلق عليه تايب تيست، مثل لايتنج امبلس فولتج تيست ار اول فيلينج ديستريبيوشن ترانسفورمر. طبعا هاي التسميات كلها ان شاء الله بالتفصيل ناخذها بالمحاضرات القادمة. نقدر نصنف مالتنا الاختبارات تيست افتر انستليشن. شو المقصود به؟ اكو عندنا فد اجهزة ومعدات بالشبكة الكهربائية مالتنا، متجينا متر كاملة، مثلا يكون عندي باور ترانسفورمر حجمها 31 ميجا فولت امبير، هذه محولة حجمها ضخم، ما عندي وسيلة نقل تقدر تنقلها كاملة من المصنع إلى المكان اللي أني أحاول أنصبها فيه، أو تكون عملية النقل مالتها غير اقتصادية على حجمها الكبير. فالمصنع يصنع الأجزاء مالتها، عملية النصب مالتها وين تكون؟ بداخل المكان اللي احنا نريد ننصب. فبعد ما ننصب هاي المحولة كمثال، نبدأ نسوي عليها اختبارات. هاي الاختبارات اللي حنسويها شنو يطلق عليها؟ تيستينج افتر انستليشن، او اختبارات عندنا تصنيف اخر مينتيننس تيست، اختبارات بعد الصيانة او التصليح. يعني اعطيكم في مثال ابسط شغله، يعني اذا واحد كان عنده سياره وبدل الدهن مالته، هذا صيانه، من يخلص تبديل الدهن يضيف الدهن الجديد، اول اختبار يسوي يسحب القطره مال الدهن ويشوف مستوى الدهن مضبوط او غير مضبوط، هاي نسميه اختبارات صيانه. بنفس الحاله اي معده او اي جهاز بنسوي له صيانه بالشركه الكهربائيه مالتنا، فلازم نسوي له تيست ورا ما نخلص من الصيانه. نجي هسه يا شباب الاختبارات مالتنا نسويها على ضوء شنو؟ يعني أنا من أقول هذه المعدة ناجحة أو فاشلة، شنو المقياس اللي أني أقدر أحدده على ضوء أنا أقول هذا المعدة ناجحة أو فاشلة؟ كمثال نفرض عندنا قلم نصبه، إحنا واحد يشتري قلم جاف يسوي تيست، يختبره، يجيب ورقة ويحاول يشخبط عليه، شوف هذا القلم يكتب أو غير أو 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 ما يكتب، هذا تيست. ما عندي قلم وصبورة، أول ما أشتريه أحاول على الصبورة أشخط أشوفه يكتب أو غير يكتب، بس أنا أريد هذا القلم ضمن المواصفات أو مو ضمن المواصفات، معناه صح هو كتب بس إيش قد يقدر يبقى يكتب؟ هل يقدر نفرض كمثال أجر لي خط طول مالته 100 متر؟ أو بدي أقول هذا قلم نجح بالاختبار، أو أقدر أقول لا يجر لي خط طوله 50 متر كمثال، أو واحد شخص أقول لا يجر لنا خط طوله 250 متر بدون أن نخلص الحبر مالته. فالرقم 50 متر 100 متر 250 متر من يحدده إنه؟ عم بدي أقول إذا عبر 250 متر هذا قلم نجح باختبار، أو إذا ما قدر الحبر مالته يكفي بأن ينجر خط طوله 250 متر أقول هذا قلم فشل بالاختبار، مو ضمن المواصفات اللي احنا نحتاجها. فهذا رقم 250 للرقم من ناخذه، ولكن عندنا استندارات معينة، واحدة من الاستندارات العالمية يطلق عليها IEC
أعتقد هواي منكم على الأجهزة الكهربائية الاعتيادية يلقى هذا الرمز IEC ومقابله يلقى فد رقم معين، معناها هاي المعدة ضمن مواصفات IEC. هي IEC هي مختصر لمن؟ International Electrotechnical Commission، الهيئة الوطنية للكهرباء الإلكتروتكنيكال التكنيك الكهرباء. طبعا احنا بالعراق بالشبكة الكهرباء بالمنظومة مالتنا نستخدم هذا النوع، هذا ستاندر جدا عالمي. هذا الستاندر كل سنة هي تصدر دوريات أو جدول معين أو كراسات جدا ضخمة توضح كل مادة شنو الحدود اللي لازم هي تتجاوزها عم تكون ضمن هذا ال ضمن هاي ال ال ضمن هاي المواصفات. احنا عندنا بالعراق السيطرة النوعية تعتمد بشكل أساسي على هذا الاستندر بالاختبارات بالاختبارات مالتنا. بس ساعدنا في شيء جدا مهم، احنا الاختبارات مالتنا نريد نسويها نسويها ضمن فد استندر معين. هذا الاستندر انا لازم احقق شروطه لنقول اقول هاي المعدة نجحت بالاختبار. قبل ما ندخل بالاختبارات اللي احنا حنسويها لازم نعرف شنو المصطلحات اللي احنا نلقاها او الحد اللي اتعامل معها. جزء من المصطلحات اللي احنا اتوقع نحاول نفتهم معناها، جزء احنا المسمية اللي لنا مع طبيعية بس الجزء ما مفاهميها بصورة جدا صحيحة. فإذا بالستاندر مكتوب nominal voltage of a three phase system، شو المقصود بيها؟ RMS phase to phase voltage by which the system is designed. يعني من أنا أروح نشتري في جهاز معين مكتوب عليه 220 فولت، معناها شنو؟ هذا فيز تو فيز ار ام اس وال 2 المقدار الفولتية 220 فولت اللي هذا يشتغل عليه الجهاز، او لقينا 380 فولت معناها هذا شنو معناها ار ام اس فاليو فيز تو فيز فولتج الفولتية الاعتيادية اللي يشتغل عليها الجهاز. نقول هايست فولتج اوف 3 فيز سيستم، شنو المقصود بيه؟ أعلى RMS phase to phase voltage اللي يشتغل بها الجهاز بصورة طبيعية. احنا هسه بنجي على جهاز الحماية مال الفولتية نلقى عندنا 180 فولت كمثال، قسم نلقى 240، قسم نلقى 250 فولت أعلى فولتية. شو المعنى؟ ورا 250 فولت بجهاز حماية يفصل، فأقل من 250 أو أقل من 240 هذا الرقم ال 250 او 240 هو نسميه هايست فولتج، اعلى فولتيه طبيعيه يشتغل بها الجهاز اذا كان عندي 3 فيز سيستم. واضح شباب؟ هذا المقصود بيه هايست فولتج، يعني فولتيه طبيعيه للمعد اللي المفروض يشتغل باعلى فولتيه طبيعيه مسموح بالمعده ان تشتغل بها. اكسترنال انسوليتر، هذا المقصود بيه العوازل الخارجيه، مو كل العوازل. احنا لو نروح على اجهزه معينه نقول هذا اكسترنال يوز نقدر نستخدمها بالظروف الخارجيه، مثلا يكون عندي مصابيح براكتات معينه نقول هاي اكسترنال يوز نقدر نستخدمها بالمكان الخارجي بحيث اذا تعرضت الى مطر، تعرضت الى تراب، الى ثلج، الى هواء، دنيا حاره، دنيا بارده، هذا معده مصممه بان تشتغل بالظروف الخارجيه. فواي عندنا احنا اجهزه ومعدات بالشبكه مالتنا لازم تكون من نوع الاكسترنال انسوليتر. نجي على فد عوازل معينة من نوع انترنال انسوليتر، هاي العوازل غير مصممة من تشتغل اوت دور بالظروف الخارج، هاي العوازل تشتغل لازم تكون اندور داخل المحطة داخل السب ستيشن، يكون مكان مكيف، يكون مكان بعيد عن الأتربة، عن أشعة الشمس، عن المطر، عن ظروف الجو. فهذا مصطلحات جدا مهمة. ده مصطلح معين هي كريب ديستانس، هذا أقصر مسافة بين متل فيتينج اون ان انسليتر. احنا لسه بنكون عندنا عازل، عندنا هنا صور هسه نحاول نراويها لكم ان نفتهم شو المقصود به. هذا عندي عازل، هاي المسافة نطلع عندي جزء معدني، هنا عندي جزء معدني، هاي المسافة اللي باللون الأحمر شو نسميها كريبينج ديستانس، هو مسافة الزحف، مسافة الزحف، هاي المسافة سميها creeping distance. الجزء المعدن الأول
هذا الجزء المعدني، الجزء المعدني الثاني. ديكسبوتيف ديشارج فولتية التمزق أو التفريغ السريع. شو المقصود؟ إيش قد مقدار يا فولتية؟ نقصد يا فولتية اللي سبب لنا وجود في مجال كهربائي، ستريس ضغط من المجال الكهربائي، بحيث يخلي هذا هذا الشيء يسبب يفشل أو يفقد خاصية العزل. النتيجة حمر عندي فولتية يمر عندنا تيار سيل. المصطلح الآخر سيل ريستورينج انسوليتر. شو المقصود به؟ أكو عندنا قسم من العوازل من تنهار داخليا تحت تأثير فرق جهد كهربائي أو شدة مجال معين، حينهار مثل ما أخذنا أنواع العوازل. فرق جهد معين عالي حتنهار العينامات. بس هذا عازل مجرد أن نوخر هذا شدة المجال عنه يرجع يستعيد عافيته ويرجع يكون عندنا عازل. مثل ما وضحنا تمرين هواية من العوازل الغازية، مجرد أن نوخر فرق الجهد عنها وشدة المجال ترجع العازل كمادة عازل. عندنا قسم من العوازل الصلبة يصير على سطح مالتها فلاش أوفر، مجرد أن نوخر الفولتية يرجع العازل مالتنا يستعيد عافيته. هذا شنو نوع من عوازل سيلف ريستورينج اوسيليتر. هذا عازل دائما نستخدمه لما يكون عندني اوت دور استرنالوز، يستخدم بالمكان الخارج. وقسم من عوازل يطلق عليها نون سيلف ريستورينج يوز، نكتب بالستاندر مالتي هذا العازل لازم يكون نون سيلف ريستورينج يوز. معنى شو معنى هذا عازل؟ اذا فقد خاصية العزل انتهى. بعد مجرد اذا وخرنا حتى الفولتية عنه هيبقى هو فاقد خاصية العزل، كعازل صلب ينفقد، عازل ورقي ينفقد. بالنتيجة هذا العازل حتى لو وخرنا عنه شدة المجال العالية ما حيقدر يؤدي العمل مالته بصورة صحيحة، فلازم يكون عندنا تبديل. فلاش اوفر، من يصير عندنا destructive discharge من التفريغ بين تو على طرفي قطبين، إذا كان هذا العازل مالته موجود بغاز أو كان موجود بليكويد. بس عندنا على سطح مالتنا الشيء يصير عندنا أوفر سطح، يصير الشيء عندنا في قوس كهربائي ندق عليه فلاش أوفر. وين يصير شباب؟ لا على السطح مالتنا. هسه هنا أنا بقى في صور معينة، بس هنا صورة التفريغ وين صار؟ من القطب الأول إلى القطب الثاني. وين صار؟ بالهواء اللي على سطح مال العازل، ما اخترق جسم العازل. عندنا اعتقد صورة ثانية، هذا هنا هذا العازل هو بعد محافظ على خاصية العزل، بس الهواء اللي محيط به ما فقد خاصية العزل. فهذا القوس الكهربائي نطلق عليه فلاش اوف، نطلق عليه فلاش اوف. اوفر فولتج، اوفر فولتج هي الفولتية اللي بعد العينة ما تتحمل. وراء هذا من اوصل الى فشي هذا اللي نطلق عليه اوفر فولتج. العينة شو يصير بي عندي؟ تبدي عندنا تنهار، او اعلى بيك نقدر نوصل له بدون ان يصير عندنا فلاش اوفر، او العينة مالتنا تبدي عندنا تفقد خاصية العزل. هي فولتج حتى عندي اختارها جدا جدا عالي. باور فريكونسي اوفر فولتج، عندي من يطلق عليه باور فريكونسي يحسن يخطر بالي بين تردد مال الفولتية مالتني الأوفر فولتج حدودها بين 40 إلى 60 هرتز. يعني ماكو داعي يعني نقول هذا اي سي او دي سي، مجرد ان يوضح لنا الباور فولتج مالتنا صار عندنا عالية، معناها بين 40 إلى 60 هرتز. المصطلح الآخر هو لايتنج اوفر فولتج، ارتفاع الفولتية العالية بسبب ضربة الصاعقة. هذا أخذناه بالمحاضرات الماضية من قاعد نشرح لنا شلون نقدر نولد امباس فولتج، وأخذنا بين الستاندر مالتي لازم فون تايم 1.2 مايكرو سكند، والتايل تايم مقدار 50 مايكرو سكند. سويتشنج اوفر فولتج مما وضحناه بالامباس فولتج المحاضرات الماضية، والزمن مال الفرونت تايم 250 مايكرو سكند زائد ناقص 20% بسماحية،
والتايل والويف تايل تايم مقداره 250 مايكرو سكند زائد ناقص 60%. والستاند فولتج شو المقصود بها؟ هي اعلى فولتيه يتحملها العينه مالتي بدون ان يصير بها اي فلاش اوفر او اي انهيار. لازم هاي العينه تتحمل هاي الفولتيه. انا اقول هذا العينه مالتنا والستاند فولتج مالتها مقدار 20 كيلو فولت، لازم كل العينات من اسوي لها اختبار واعرضها على فولتيه مقدار 20 كيلو فولت لازم تتحمل هاي الفولتيه، هاي اسمها الستاند فولتج. 100% فلاش اوفر فولتج. فلاش اوفر قلنا هذا القوس الكهربائي اللي يظهر على سطح جسم العازل. نقول 100% فلاش اوفر فولتج معناها، وكتبت مقابيض رقم مقداره 50 كيلو فولت، معناها هاي العينه كل ما اخلي عليها 50 كيلو فولت لازم يصير عندي استحماتها فلاش اوفر. يعني مرات يصير ومرات نصير، طبعا هاي فولتيه تكون فتره زمنيه قصيره هو يحددها انه بالستاندر مال 50% فلاش اوفر فولتج. شو المقصود به؟ يعني هاي العينه ذكرنا مقابل في الفولتية مقدارها 40 كيلو فولت، معناها هاي العينة بنخلي عليها فولتية مقدارها 40 كيلو فولت فد 10 مرات، 5 مرات من المرات اللي نخلي بيها الفولتية يصير بيها فلاش اوفر، 5 مرات يصير بيها فلاش اوفر، نشطق عليها 50% فلاش اوفر فولتج. الفرنس اتموسفير كونديشن، كل القيم اللي حتكون موجودة بالستاد ماركي تكون ضمن ظروف قياسية، ظروف قياسية من محيط مثل درجة حرارة 20 درجة مئوية والضغط يكون 760 ملمتر رقي والرطوبة مقدارها متر 11 غرام على المتر متر التكعيب. فهذا من الأسهل من ظروف قياسية، يعني قاعد أتوقع على اختبارات المفروض تصير لحرارة 20 درجة مئوية وضغط مقداره 760 ملم زئبقي والرطوبة مالتنا مقدارها 11 كيلو. نجي هسه على أول نوع من أنواع الاختبارات الغير مدمرة. هذا النوع من الاختبارات الغير مدمرة هو لقياس تان دلتا. تان دلتا أعتقد إحنا أخذناه من محاضرات ثلاث سنة وأطلقنا عليه في المصطلح سمينا لوسيس فاكتور. تتذكرون عشان الشباب سمينا لوسيس فاكتور. ونحسب السعة capacity and capacitance. احنا قلنا كل عينة كل عازل نقدر نمثله، ترجعون المحاضرات مال ذات السنة، اما نمثله متسعة مقاومة على التوازي او متسعة مقاومة على التوالي. جت قيمة هاي المتسعة تمثل لي هذا الجسم العازل، قلت مقدار تان دلتا لوس فاكتور اللي لوسيس فاكتور اللي يمثل هذا العازل مال. طبعا الطريقة شلون نستخدم القنطرة، هي يسمونها نسميها شيرينج بريدج، قنطرة شيرينج بريدج. القنطرة مالتنا بكل بساطة تكون من شنو؟ تكون من هاي فولتج كباسيتر. هذا السي 1 والبي 1 شو تمثل لي؟ العينة اللي أنا أريد أختبر إيش قد لوسيس فاكتور مالتها، إيش قد سعة هاي العينة. فأنا من أجي هنا أخلي فد جسم عازل كانما هو هذا الجسم العازل، شلون امثله كهربائيا؟ يعني متسعة مقدارها سي 1 ومقاومة مقدارها بي. اذا كان انا هنا امثلها متسعة مقاومة مربوطة على 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 التوالي. الجزء الثاني من القنطرة مالتنا هاي فولتج ستاندرد كباسيتر، احنا بنقول هنا متسعة تحمل الفولتيات العالية، طبعا قيمتها تكون عندنا معلومة، نقول ستاندرد قيمتها مضبوطة. طبعا انا يعني سي 1 وسي والبي 1 قلنا يتمثل لي سعه الجسم العازل، والبي مقاومه الجسم العازل اللي هي تكون قيمه مجهوله انا احاول احصل عليها. هنا شو حيكون عندنا؟ حيكون عندنا مقاومه متغيره، انا اقدر اغير القيم مالتها. هنا الطرف الرابع من القنطره يتكون من مقاومه سي تكون قيمتها ثابته، ومتسعه سي 3 تكون قيمها متغيره. هاي القنطره نحاول نكون اعظم، طبعا هنا عندنا بين نقطة دي و اي حتكون عندنا جلفونومتر اللي هو يتحسس لنا للتيارات. اعتقد القنطرة انواع القناطر درستوها بدرس الصف الثاني بدرس اجهزة القياس.
ومفتهمين طريقة العمل مالتهم. فهنا أنا هذا يتحك أقدر أروف اتجاه التيار ومقدار مقدار التيار. طبعا هنا هذا النوع من الأجهزة بمجرد رسم تخطيط للدائرة الكهربائية بكل بساطة. هنا أعظم هبوط بالجهد وين حيكون موجود؟ ممكن نقطة A و B، بحيث أني أحاول مقدار هبوط بالجهد على نقطة سي بي أو دي سي ما يتجاوز 100 فولت. شنو السبب؟ يعني هنا قاعد أحاول أغير مقاومة، هنا قاعد أحاول أغير متسعة، يعني قاعد نستخدم إيدينا. فمو معقولة أني أخلي هنا في 100 كيلو فولت وأني المقاومة على أطرافها فرق جهد 100 كيلو فولت، وأحاول بداية أني أحاول أغير المقاومة، حتكون في مخاطرة جدا ومخاطرة انتحارها. فلازم أن يكون هذا المقاومة فرق الجهد على أطرافها 100 أو متعدى 100 فولت، مو كيلو فولت، 100 فولت. فلازم يكون هنا الريكتنس مقدارها جدا عالي، إنه أتوقع إن الموانع مقدارها جدا عالي. فأكبر هبوط بالجهد وين حيكون موجود؟ حيكون على الطرف أي دي، ذراع أي دي وذراع أي بي. إضافة إلى هذا حنخلي هنا كرتين قول بيناتهم هي سيفتي، سيفتي شورت سيركت اذا تعرضت لهذا المتسع المقاومة او اذا فولتية عالية، او هذا الطرف تعرض الى مقاومة الى فولتية عالية. طريقة العمل بنحن نربط العينة، نسوي عليها اختبار ونبدي احنا نزيد بالفولتية الى فولتية معينة، نباوع على جهاز الجلفانومتر. احنا نحاول نغير قيمة المقاومة قيمة المتسعة إلى أن يصير عندي مقدار التيار يمر هنا مقدار صح. هيج حالة وصلنا لحالة البالانس. فإذا وصلنا لحالة البالانس شنو معناها؟ هذا الشيء أخذناه بالصف الثاني. معناها طبعا هنا أنا قاعد أمثل المقاومة مالتي أو العازل مالتي، قاعد نستخدمه بالاختبار على متسعة ومقاومة على التوقع. معناها من نوصل لحالة البالانس بالقنطرة مالتنا يكون التيار اللي يمر هنا مقداره صفر. معناها الموانعة مال زد الذراع زد بي على زد بي سي، يعني موانعة زد اي بي على بي سي، لازم شو نسوي لنا؟ سوينا زد اي دي على زد دي سي. طبعا هذا زد اي بي شو تمثل لنا؟ زد اي بي لدينا المانع مال سي 2 واحد على جي اوميجا سي 2. فاذا هذا نعوض مفعول زد اي بي شنو يرادفها؟ زد اي تي زد دي سي زد بي سي، ونشتاق نوصل الى هاي النتيجة بين سي 2 على سي 1 لان نسوي عندنا كيو على اس، نفس الوقت بي على كيو يساوي سي 3 على سي 2. انا اتوقع السي 1 عندي مجهولة والبي عندي مجهولة، كل القيم الاخرى حتكون عندي معلومة. شلون احسب لوسز انجل ولوسز الزاوية هاي هنا؟ شلون نقدر نحسبها؟ نساوي باي على ناقص كيو يساوي عندنا دلتا، وتان دلتا شو حيساوي عندنا؟ اوميجا بي سي 1 أو يساوي لنا أوميجا سي 3 اس. طبعا هذا الاشتقاق مالته حيكون عندنا بالنسبة لكم مطالبين به كهوم ورك، أو احتمال يجيكم بالامتحان إذا كانت عندي إذا مثلت الدائرة أو العازل مالتي متسعة مقاومة على التوالي أو متسعة مقاومة على التوازي، بالحالتين مطالبين بالاشتقاق مالته. طبعا خلينا ناخذ فد فكرة، طلعنا التان دلتا. إذا كانت قيمة تان دلتا اللوسز فيكتور من 1 في 10 أس ناقص 4 إلى 10 في 10 أس ناقص 4، يعني مو معناه من 1 العدد الصحيح إلى 10 أس ناقص 4، لا، من 1 مضروب في 10 أس ناقص 4 إلى 10 في 10 أس ناقص 4. هذا إذا كانت هذا إلى كيبل أو غاز عازل موجود بسويتش جير، أتوقع هذا عازل جدا ممتاز، يعني اللوسز فيكتور مالته جدا قليل، احتمال التيار يمر خلال جسم هذا العالم يسبب لنا ثيرمال بريك داون جدا جدا قليل، يعني اللوسز فيكتور مالتي مقداره جدا جدا قليل. بس اذا لا كان عندي لوسز فيكتور مقداره
20 في 10 أس ناقص 4 إلى 50 في 10 أس ناقص 4. هاي العينة، وهذا إذا كان عندي كيبل النوع الربر العازل مالته، أو كان عوازل مال الترانسفورمر، الدهن موجود بالعازل مال الترانسفورمر. أتوقع هذا العوازل مالتي ما أقدر أستخدم لها فولتيات أكثر من 70 كيلو فولت، حيكون بحالة قلق أنا، لأن هذا اللوز فيكتور نوعا ما يكون عندي عالي. إذا طلع عندنا العازل مالتنا أو لوز فيكتور حدود أكبر من 100 في 10 أس ناقص 4، هذا العازل مالتي حيسبب لنا في مشاكل جدية إذا عرضناه إلى فرق جهد أكثر من 6 كيلو فولت. احتمال ثيرمال بريك داون، حيكون اخذناه لنا واحد من اسباب انهيار بها العازل الصلب، وسميناه ثيرمال بريك داون، اخذناه الفصل الاول بصوره تفصيلي. حيكون جدا خطر نستخدمه او نعرضه الى فرق جهد اكثر من 6 كيلو فولت. هاي ارقام ما مطلوب احنا نحفظها، بس لازم احنا يكون عندنا تصور، يعني من اجي اقرا على جسم عازل ورقه حطي مكتوب كوارتان دلتا، من هذا الجسم العازل هل قد مقدار، فلازم أن يكون عندي فد معرفة أولية بين هذا رقم مقداره عالي أو مقداره رقم قليل. ومعقولة أنا مهندس وأقرأ الأرقام وما أفتهم شنو معنى هذا الرقم. حيكون عندكم شباب هومورك أو تريدون تسووه أو مسووه، لأن يعني النقل بيناتكم صار في شيء مو طبيعي. يريد يستفاد يسوي هذا الهومورك، احتمال يجيب امتحان أو ما يجيب امتحان، هذا الشيء هو حيعود إلى شلون نقدر نسوي حظ لهذا القيم من هاي المعادلة بالحالتين، إذا كان عندي العازل مثل متسعة مقاومة على التوالي أو متسعة مقاومة على التوازي. إن شاء الله شباب المحاضرة القادمة نكمل المحاضرة مالتنا. أتمنى لكم اللقاء، وتحياتي لكم وإلى اللقاء.